هذه مش اول مره تصطدر كره تمركزه، دائما ما يكون غير موفق في التمركز. الحكم تركي الخضير وركله جزاء، ركله جزاء لمصلحه فريق الترجي، ركله جزاء لمصلحه الفريق التونسي. نعم الترجي يسجل حضور كبير في شوط المباراه الثاني وفي الاشواط الاضافيه، يبدا الان ويتحصل على ركله جزاء، ركله جزاء. شوف الكره، شوف المحاوله، وصلت من سعد بقير، نقلها ممتازه لانيس، وانيس انيس 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 هو اللي يتحصل على ركله جزاء ويتمنى بان تترجم بنجاح، يتمنى بان تترجم بنجاح جماهير الترجي. جماهير المكشخه يتمنون الان بأن يشاهدوا الكرة في الشباك. نشاهد ونتابع ركلة جزاء لفريق الترجي، والآن اسمع الكل يردد الترجي يا عريقة، بطولة باب سويقة، ترجي يا دولة. اعتراضات كبيرة في الجانب الآخر من جماهير الفتح الرباطي على حكم المباراة تركي الخضير وركلة جزاء، ركلة جزاء. أيوب سكوما يتحدث، فوزير، فوزير، أوه بطاقة صفراء والأمور، أوه 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 يا فوزير، الأمور ازدادت سوء، الأمور ازدادت سوء. الآن نجم، واحد من نجوم هذه البطولة، محمد فوزير، محمد فوزير ارتكب ركلة جزاء واعترض وامتعض إلى أن تحصل على بطاقة صفراء ثانية، والفريق راح يكمل المباراة بعشرة لاعبين. طه الخنيسي، طه الخنيسي هو اللي يتقدم، طه سجلها، طه سجلها، طه الخنيسي يسعد جماهير الترجي بهدف ثاني بفرحة أخرى. العب يا ترجي إن شاء الله زينة على فيكتوار اليوم نوينا، على فيكتوار اليوم نوينا، على انتصار اليوم نوينا. جماهير الترجي سعيدة، جماهير الترجي فرحانة بهذا التقدم حتى هذه اللحظة، لحظة ركلة الجزاء اللي ترجمت بنجاح عن طريق طه الخنيسي، وطه الخنيسي وضعها في الشباك ليسجل هدف المباراة الثاني لفريق الترجي. والفتح الرباطي يكمل مباراة بتسعة لاعبين، يكمل مباراة